بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على برنامج البلندر. برنامج البلندر بيعمل نفس الحاجات اللي بيعملها 3 دي ماكس، يعني ممكن تعمل بيه فيلم كرتون، ممكن تعمل صوره شكلها حلو ثلاثية الابعاد، ممكن تبقى عندك مثلا فيلا عملتها على اي برنامج سواء اوتوكاد او ريفيت وتيجي تعمل لها رندر هنا. زائد ان هو في محرك العاب، تمام. فبرنامج رهيب. اللذيذ بقى اللي فيه والحاجه اللي بتميزه الحجم بتاعه، هو حجمه 55 ميجا، بينما برنامج تاني مثلا زي 3 دي ماكس بيبقى في 7 جيجا. المايه برضه مساحته كبيره، السينما 4 دي مساحته كبيره، ده مساحته صغيره جدا. ما زي انت شايف قصه كبيره، مش مثلا في حاجات صغيره، لا ده في شغل كتير جدا، تمام. ده كده اول ما بيفتح بيديني الشاشه ديت، في شويه لينكات، تمام. بشوف انا الشكل اللي انا عايزه، اقول له مثلا انا عايز العادي بتاعي اهوت، بيديني هنا ده مكعب موجود في الساحه دي، ساحه الرسم او المكان اللي انا هرسم فيه، تمام. لو انا عايز اختار اي عنصر بدوس هنا كليك يمين، يبقى انا اخترت العنصر دوت اهوت. دي الكاميرا، دي اللايتنج، نزل دي كده شوية، دي لمبة، هنا ده الشكل بتاعي كيوب، هنا الكاميرا، هنا بيبدأ يظهر لي الحاجات بتاعتي العناصر الموجودة. يعني أنا مثلا لو عملت كوبي من أي عنصر هدوس هنا كليك يمين أقول له دوبليكيت أوبجكت، هتلاقي في عنصر تاني ده عمل اسمه كيوب 001. وهنا برضو الليرات، ممكن اطفي اي عنصر انا عايز اطفيه، مش محتاج انا معايا في الشغل. بلاقي هنا في القائمه اللي فوق فايل، بلاقي لو انا عايز اعمل ملف جديد افتح ملف، اخر ملفات اللي انا فتحتها، ريكفر اعمل ريكفر لاخر حاجه انا كنت شغال عليها، سيف سيف از سيف كوبي، يوزر بريفرنس لو انا عايز اغير اي حاجه من الحاجات اللي هنا، هنشوف الحاجات دي ان شاء الله مع بعض. سيف ستارت اب فايل، اللينكات اللي لو انا عايز اعمل امبورت الملف انا كنت شغال عليه سواء كان على 3 دي ماكس او اوتوديسك سي بي اكس. لو انا مصدر من الريفت احسن حاجه اصدر ليها اوتوديسك سي بي اكس، تمام. ده لو الامبورت. الاكسبورت بتلاقي مثلا انت عايز تصدر دي اي، عايز تصدر اس تي ال بي ال واي، حاجات للطبعات سلسله الابعاد، تمام. لو انت عايز تقفل البرنامج اد، لو انت عايز تضيف حاجه من الاشكال، يعني مثلا دي الاشكال مش ممكن اقول له مثلا انا عايز اضيف راس قرد، اقول له موف، تمام. دي راس قرد، انا ادوس هنا على الزرار اللي في النص عشان اعمل مجرد بس تحريك بسيط كده، تمام. وبحرك الماوس من غير ما ادوس عليها اللي قدام اللي ورا، ببدأ أشوف الشكل يقرب ويبعد من الشاشة، وبلاقي هنا حاجات مثلا تحريك ترانسفير روتيت. لو أنا عايز ألف الشكل، عايز أحدد الشكل بدوس كليك يمين على الشكل اللي أنا عايزه، فبتحدد وببدأ أعمل له روتيت، ممكن أعمل له سكيل أكبر أو أصغر بالمقاسات برضو، تمام. باجي هنا تحت ألاقي إن أنا اللي عندي خيارات كتيرة. طبعا الموضوع مش في قاعدة، الموضوع طويل شوية، بس احنا ايه بناخد نبذة عن البرنامج لأن هو برنامج رهيب جدا ومجاني وأوبن سورس وروعة، ناس كتير بتشتغل بيه وبتطلع بيه شغل هائل، وفي أفلام كاملة بتتعمل بالبرنامج دوت، برنامج البلندر، تمام. أنا ممكن أجي هنا أقول له أنا عايز أشتغل أي حاجة من الحاجات ديت، يعني ممكن أقول له عايز أشتغل 3 دي فيو، او عايز اشوفه مثلا في الرندر هيبقى انهي لقطه. طبعا هو بيجيب الحاجه الموجوده اللي بتظهر في الكاميرا، اجي هنا اقول له انا عايز مثلا انفورميشن عن اللقطه ديت، عايز اشوف التايم لاين لو انا هعمل حاجه في التايم لاين، اقول له دلوقتي انا عايز 3 دي فيو اوبجكت مود ولا ايديت مود، يعني كان هحرر مثلا تكست بايت وابدا الون، تمام. اقول له اوبجكت مود، لو انا عايز ادخل ابدل بين الاوبجكت مود والايديت مود بدوس تاب، تاب بلاقي نفسي دخلت في الموضوع دوت، تمام.
وبعد كده بلاقي هنا دي مثلا الشكل ده هيبقى في الرندر، الشكل ده لو انا قلت له مثلا سوليد، ده انا قلت له واير فريم. واير فريم بيخلينا نشوف الحدود الخارجية للشكل زي ما انت شايف، وللأسف بتبدأ تختفي. تمام، اضمن انا عايز ديت. وهنا بلاقي تحت خالص التايم لاين، بحيث ان انا ابدا اعمل اي حركه، بقى اجي هنا اقول له سجل واعمل حركه، واجي هنا مثلا نديله حركه ثانيه. وابدا اسجل الحركات بتاعتي. تمام، وبعد كده لما تيجي تديله الحركه يبدا احنا شرحناها قبل كده، يبدا تعمل الشيت فيد اللي احنا عايزينه. تمام، وهنا زي ما احنا قلنا تبدأ تلاقي الحاجات اللي احنا شغالين فيها، ممكن تخفي حاجة تكررها تخليها مش ظاهرة. وانا ببدأ اتحكم بقى في الإنارة، في طريقة العرض، في العناصر الموجودة. تمام، وهنا ببدأ اشوف انت عايز الشكل اللي بعمل ازاي، هل هو 3D view full بحيث ان انا مفيش حاجة تانية ظاهرة، حاجة مخصصة للانيميشن بحيث ان يبقى هنا الحركة. وهنا ببدأ اشوف التايم لاين اتحكم فيه اكتر. تمام، او ان انا اقول له الديفولت جيم لوجيك لو انا هبدأ اشتغل في الالعاب. تمام، سكينز زي ما شايف البرنامج فيه خصائص كتيرة جدا. واحدة واحدة إن شاء الله نبدأ نتعلم البرنامج مع بعض، هتلاقي إن هو إن شاء الله سهل وبسيط ومفهوش أي مشاكل بإذن الله. تمام، هو ميزته إن هو أولا مجاني. تمام، في إمكانيات جبارة، في محرك ألعاب، مساحة صغيرة جدا. تمام، ممكن أجي هنا من فيو وأقول له تاجل فول سكرين. تمام، فيو هتلاقي فيه شوية إمكانيات حلوة، تبدأ تحدد الفريمات اللي أنت بتشتغل عليها، وتبدأ تعمل الحركة زي ما أنت عايز. تمام، إن شاء الله في الدروس اللي جاية نبدأ واحدة واحدة نشوف البرنامج. إحنا قلنا بس نتعرض ليه سريعا، وإن شاء الله في الدروس اللي جاية يبدأ الموضوع يوضح إن شاء الله. عمر سليم.